قولي لنا الموضوع ايه؟ انت كنت قد ايه لما هويدا دي اختفت؟ لا برضه انا كنت صغيره. طب ما تدينا والدتك يا استاذه ناد نكلمها عشان هي صاحبه المشكله. حضرتك كلمتي والدتي من يومين وسمعتي صوتها وقلت لي ان هي تعبانه ومش هتقدر تتكلم. يعني ما بقتش كويسه شويه؟ والله العظيم انا اتفضلي انت يا ناد احكي لنا انت تعرفي ايه؟ اتفضلي. اتفضلي يا ناد. ان كان جوز خالتي توفى، هم ايوه كانوا عايشين معانا، وخالي الله يرحمه كان عايش معانا بمراته بعياله. جه حصل مشاكل وطلقها. خدت احمد ومشيت. لا خدت احمد من منين؟ هي مش والدتك ودتهم الملجا؟ والدتي انا اللي ودتهم الملجا. امال مين؟ معاها ورق يثبت حضرتك ان والدتي ودتهم الملجا؟ ايوه معانا. طب ماشي، تطلع الورق اللي باسم والدتي ازاي؟ انا عايزه والمدير موجود لسه، انا رحت للمدير موجود، امك اللي ودتهم. هو انا دلوقتي اكلم حضرتك ولا اكلمها؟ كلمي اللي انت عايزاه. لا هي اللي عندها المعلومه، هي بترد عليكي. انا برد عليكي. ثانيه واحده يا حبيبتي، هي بترد عليكي بتقول لك ان والدتك هي اللي ودتهم الملجا. لا في ورق يثبت مين اللي دخلهم ومين اللي خدهم، صح ولا لا؟ بص هقول لك على حاجه يا ناهي، اذا انت عندك معلومات هتقوليها لنا، اتفضلي قوليها لنا. هل انت عندك معلومه؟ حضرتك من يومين هو ده اللي انا هقوله دلوقتي. طيب اتفضل، انت عندك معلومه مين اللي ودى الولاد الملجا؟ انت بتقولي مش والدتك انت، ولا انت ما تعرفيش؟ لا مش والدتي. انت متاكده يعني؟ ايوه مش والدتي، وفي ورق بيبقى بالدخول وبالخروج وبالحاجات دي. امال مين اللي وداهم بقى؟ المعلومه اللي عندك بتقول ايه؟ هو والدهم الله يرحمه وستهم ما سألوش والدهم قبل ما يموت ليه؟ ما احمد كان على طول بيتردد على والده وبيجي يقعد معاه والدنيا كلها سهله وياخد منه فلوس. هو بيقول لك اول مره يعرف طريق والده كان عنده 16 سنه. ماشي كان بيود والده وبيجي له وبيقابله حتى. لا هي بتقول انت كنت بتروح ل انا رحت لابويا، اول لقاء لابويا كان عندي 16 سنه ورحت لابويا. سواء خدت من ابويا ده ابويا، ما خدتش من ابويا ده ابويا، حاجه ما تعبنيش. أيوة ان انا بعد اذنك انا سبتك تتكلمي. انا ما فيش حاجه تعبني ان انا اخد من ابويا. دي الكنايه على جنب. ثانيا امك وستي هم اللي دخلوني انا واختي الملجا، ورجعت امك المستوصف اللي جنبيكم ليه بنت برميل الزباله، قال في الميكروفون اللي ياخد البنت دي يربيها ياخد 31 جنيه 35 جنيه وازازه زيت وعلبتين لبن كل اسبوع. امك دخلت عيال اخوها الملجا اللي هو انا واختي وراحت خدت البنت الغريبه اللي لقوها برميل الزباله ربتها واديتها لام تشيلها من اجل ال 35 جنيه وازازه الزيت وعلبتين اللبن، وانتوا عارفين كل حاجه وربنا موجود. احنا مش بتاع مشاكل. بتقولي محمد بيهدد، انا عندي 37 سنه، لو في محضر واحد ضدنا ان احنا عملنا، احنا ولا بنشاكل ولا فاضيين. انا معايا بنتين، انا معايا هدى على اسم اختي اللي ضايعه اللي انتوا عارفين مكانها ومخبيينها ولا الله اعلم موتوها. مع اخويا معايا هنا واحمد، احنا عمرنا ما عملنا مشاكل مع اي حد، عمرنا ما لينا اي قضيه خالص. بقيت السرقه ومروحه 4 الفجر، ما كنتش بتود ابوك وبتيجي لابوك؟ ايه؟ ايه؟ اما رحت وراك في اسم النزهه 4 الفجر في قضيه السرقه. انا قدام على الهوا اهو وهدي رقمي، رقم البطاقه. استني بقى بعد اذن سعادتك، انا رقم البطاقه بتاعتي اهو، لو طلع عليا قضيه تحريات تحريات. انا بتقول لك انت رحت ورا ابوك. رحت ورا ابويا. ايوه انت كنت رحت ورا ابويا، دي معرفش ده رقم، ده دي بطاقتي. رحت وراك انت مش ورا ابوك. طيب بص بقى، الابلة عزه معاها بطاقتي وهتدخل حد من الداخليه، لو طلع ان انا عليا في اي اسم محضر واحد السرقه دي انتوا اللي تعرفوها. بس لا عمتي دي عمتي انا ما غلطتش فيها، انا طالع. انت اللي بتقولي السرقه، انا ما غلطتش، انا طالع بدور على اختي ولا دورت على فلوس ولا قلت عمتي وحشه ولا حلوه ولا قلت عيال عمتي وحشين ولا حلوين. انا كل هدفي في الحياه بدور على اختي. عايزين فلوس. استنى بس، مين اللي عايز فلوس؟ استنى يا امي، مين اللي عايز فلوس؟ اخوك اللي انت واخوك عاملينه في على الفيس وعلى النت والحاجات ديت. احنا نسخناها وعاملين بيها محضر واثبات حاله، كل اللي شافها قالوا ان انتوا ابتزاز وعايزين فلوس. انت لما كلمتي الابله عزه من يومين. ثانيه واحده، انا عايزه اسالك يا ناهي،
ماهر. ايوه. انت لما انا سالتك على هويده قلتي لي امها هي اللي خطفاها. هي. طيب امها لما خطفت، لا اسمعيني انت اسمعيني، امها لما خطفت الولد ما خبتوش، يبقى هي لما تخطف البنت هتخبيها ليه؟ عشان البنت كانت عندنا. ايوه ما هو الولد كان، هم الولد والبنت. اولا انت بتقولي ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه واحده يا ناهر، يا ناهر ناهر، انت بتقولي ان مش والدتك اللي ودتهم الملجا صح؟ مش والدتي. طب اذا كان هو واحد من اللي كانوا في الملجا معايا انا اهو شخصيا وبيقول ان والدتك وجدتك هم اللي خدوهم ودوهم الملجا، انت اذا عندك معلومه بتقوليها مظبوطه غير لما تكوني مش عارفه وبتقولي، انت عندك معلومه ولا انت بتقولي كده وخلاص؟ يا فندم هو اللي سعادتك حاجه كده وخلاص. لا ما هو الراجل اهو، هو اللي سعادتك حاجه الملجا. هي بتقول لك استفزاز، بتقول لك استفزاز عشان الفلوس. ابويا ساعة مات، بعد ما ابويا ما مات اتصلت بيه عمتي وقالت لي ابوك كان ليه فلوس مش عارف عند مين وتعالى خدها، اخويا كان في الجيش، قلت لها احنا ما خدناش اللي راح من ابويا في السنين دي كلها، ان كان ابويا ليه فلوس يا عمتي زي ما بتقولي هاتي كل دير او اتنين او تلاتة وحطهم في المسجد على روح ابويا، لو انا بتاع فلوس زي ما هي ما بتقول كانت اول ما رنت عليا كنت ركبت وجريت. طب يا ناهد يا ناهد ناهد لكم 2000 جنيه انت واخوك. ايه يا ناهد؟ عمتي بعد اذنك، بعد اذنك يا فندم، عمتي اتصلت بيا وانا في مصر وقالت لي انا عايز اتغدى عندكم، اتصلت بامي اللي قاعده دي. يا جماعه استنوا بس، احنا كده بنتكلم في كلام غير مفيد. 2000 جنيه؟ لا انا هقول لك ال 2000 جنيه دول يعني هم عشان عايزين 2000 جنيه حي... طب البنت مالهاش يا ناهد، البنت مالهاش غير شهاده ميلاد بس. فين البنت دي فين؟ اذا كانت امها خطفاها، ثانيه واحده ثانيه واحده، البنت دي لو امها مخبياها، البنت دي هم عايشين في الصعيد في بني سويف، لازم كانت هتجوزها، هتجوزها ازاي وهي ملهاش بطاقه؟ فين البنت؟ احنا كل اللي هم الناس كل اللي عايزين يعرفوه البنت فين؟ ماتت البنت عايشه؟ ما نعرفش عنها حاجه. اه ما نعرفش عنها حاجه.